تابعنا مع حضراتكم في التقرير ان التحدي الامني كان من اكبر التحديات اللي بتواجهها مصر بعد 30/6 بسبب شيطنه جماعه الاخوان اللي كانت موجوده في كل بقعه وكل شبر من ارض مصر. جماعه الاخوان اللي قسمت مصر لمربعات عقائديه، جماعه الاخوان اللي كانت بتحكم بمبدا معانا ولا علينا، ومبدا اللي تغلبه العبه. في الحقيقه كان في تحديات كتيره قوي، ولولا يعني تضحيات رجال الجيش رجال الشرطة ما كانش الأمن والأمان اللي النهاردة احنا بنعيش فيه. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن التحدي الأمني اللي كان موجود ما بعد 30/6 من خلال الأستاذ محمود عبد الراضي رئيس قسم الحوادث باليوم السابع. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. أهلا وسهلا بيك. أستاذ محمود، يعني إيه أبرز التحديات اللي كانت موجودة أمنيا تحديدا ما بعد 30/6؟ يعني كانت زي ما قلت حضرتك كنا في منطقة صعبة، كان هناك أحداث جسام حصلت في البلد، كانت جماعة الإخوان تريد أن تحول البلد إلى مزيد من الفوضى، كانت هناك خطط لاستبدال الجهاز الأمني بجهاز أمني خاص يشرف عليه بعض القيادات الإخوانية، كان هناك مخطط لتفكيك الجهاز الأمني، وده شفناه من خلال بعض العصابات المسلحة اللي بدأت تظهر في بعض الأماكن زي منطقة سيناء، زي بعض الأماكن الملتهبة. حاولت الجماعة الإخوانية بشتى الصور أنها تسيطر على البلد وتفكك الأجهزة الأمنية، خاصة الأجهزة المعلوماتية، حاولت أن تضع قبضتها على الأجهزة الأمنية صحيح. المعلوماتية حتى يتسنى لها بعد ذلك أن تفعل ما تشاء أو تمرر ما تشاء أو تدير المشهد كما تشاء، لأن الجهاز الأمني كان بمثابة عقبة دون يعني أن تمرير بعض القرارات أو بعض الأشياء التي كانت تريدها جماعة الإخوان. كان الجهاز الأمني دائما يتصدى لجماعة الإخوان. طبعا بعد الإطاحة بجماعة الإخوان حضراتكم، وإحنا يعني كنا دائما في قلب الحدث، كنا موجودين، كنا بنشوف أعمال العنف وأعمال التخريب ومشاهد العنف. محدش كان أقصى واحد من ضمن المتفائلين ما كانش يعني في يوم من الأيام يتخيل إن هذه البلد بلغة درجة إنها تقوم لها أمة تانية بسبب الأحداث العنف الضخمة. فاكرين قائمة الاغتيالات اللي كانت معمولة لضباط في أجهزة سيادية؟ كانت قائمة الاغتيالات كانت قائمة ممتدة، يعني لم تتوقف على ضباط، ولكن امتدت لإعلاميين وامتدت إلى أوضاع وامتدت إلى شخصيات عامة وامتدت إلى مفكرين. كانت البلد في طريقها إلى الانهيار، كانت البلد في طريقها إلى فوضى عارمة بصنع الجماعات الإرهابية. زي ما قلت لحضرتك كان المشهد دموي جدا، كان الخطر يكمن يا فندم أنه كان شعب أمام شعب، يعني مصري أمام مصري، فكانت هنا يمكن المشكلة والخطورة الأكبر. طب أستاذ محمود خليني يعني أسأل حضرتك أنه لحظة اندلاع الثورات بتكون هي اللحظة الأشد خطورة، بيكون دايما في هناك تخوف من فوضوية أو تخوف من اختطاف الثورة. عايز أعرف من حضرتك إزاي الدولة المصرية قدرت أنها تحكم سيطرتها على هذا الوضع وقدرت أنها تتخطى هذه الفوضوية؟ زي ما قلت لحضراتكم واضح أن هناك تخطيط للسيطرة على مفاصل الدولة، وكان بداية التخطيط لهذا الأمر من خلال السيطرة على الجهاز الأمني وخلال السيطرة على بعض المؤسسات القوية داخل الدولة. لكن يعني الناس أيقنت سريعا هذا المخطط الإخواني، المخطط الذي يسعى إلى السيطرة على جميع مفاصل الدولة، وبدأت من هنا بدأت حتى الشرطة والجيش وكل مؤسسات الدولة منذ نزول المواطنين إلى الشوارع أعلنوا منذ اللحظة الأولى يعني انحيازهم الكامل لهذه الثورة الشعبية ولجموع المصريين الذين نزلوا إلى الشارع. وبدأت من هنا التحديات، بدأت التحديات في مواجهة الجماعة الإرهابية اللي كانت دايما يعني ترفع شعار واحد، لإما نحكمكم لإما نموتكم، مفيش بديل تاني. فزي ما قلت حضرتك كان المواجهة الصعبة هي مواجهة مواطن مصري بيواجه مواطن مصري، كانت مشهد الاقتتال المستمر في الشارع اللي كنا دايما بنعاني منه احنا حتى كوننا كصحفيين. حوادث انا اتذكر في هذه اللحظات الصعبة كنا دايما يعني على مدار 24 ساعة ما بين تفجيرات، ما بين استهداف لأقسام شرطة، ما بين حتى استهداف لمواطنين مدنيين، حتى هم كانوا دايما بيعلنوا ان احنا يعني دايما لا احنا بنستهدف رجال الامن، لكن في حقيقة الامر هم كانوا يستهدفوا الشعب المصري، كانوا يستهدفوا اي حد ضد المخطط الاخواني. هو في الحقيقة رجال الامن هو جزء لا يتجزأ من الشعب المصري، لان رجال الامن اخويا ابويا وجاري
فاحنا كلنا نسيج واحد في وطن واحد. لكن عاوز اعرف من حضرتك استاذ محمود، يعني اي الاماكن كانت اكثر خطوره ببطش جماعه الاخوان بالتهديدات الامنيه التي كانت يعني تتواجد فيها؟ كلنا نتذكر جيدا ولن ننسى ابدا الخطاب التهديدي الذي قام به احد قيادات جماعه الاخوان من على منصه رابعه بان سينا سوف تتحول الى منطقه وبؤره ارهابيه، يعني اشد الاماكن والمحافظات خطوره بخلاف سينا ايضا. طبعا زي ما قلت حضرتك هناك كان استهداف واضح لكل شبر من ارض مصر، لكن هناك بعض الاماكن بعينها كانوا هم حاطين عينيهم عليها، كانوا يقدروا عايزين يحولوها الى امارات اخوانيه او الى اجزاء اخوانيه. طبعا سينا كانت على اولوياتهم وعلى القائمه الرئيسيه ليهم، وكان دايما حلمهم ان هم يسيطروا على سينا، لكن دايما كان هناك تصدي مش من الدوله بس ولكن من اهل سينا، قبائلنا هناك في سينا وعواقل سينا اللي صحيح. كانوا دايما يعني في تعاون دايما مع رجال الدوله ومع مؤسسات الدوله. كمان كانت في بعض الاماكن بنتكلم عن منطقه زي منطقه كرداسه اللي حاولوا ان هم يفصلوها عن الدوله وحطوا حواجز، وكانت كرداسه دي كان عليها مداخل، على مداخلها في حواجز وكانوا عايزين يفصلوها عن الدوله واستغلوا ان هذه المنطقه. وما حدث داخل قسم شرطه كرداسه ايضا المذبحه الشهيره اللي حصلت يعني حتى استغلوا المساجد. تخيل انهم كانوا يجمعوا الناس وكانوا يجمعوا السلاح. يعني انا اتذكر احد اللواءات اللي كانوا موجودين في اسم كرداسه والحصار الشهير ان هم استدرجوه الى المسجد وقالوا له طيب احنا عايزين نتفاوض، طب احنا خلاص ايه هنسلم نفسنا، طب احنا نتفاوض، واستدرجوا الراجل وقتلوه جوه المسجد، يعني استشهد داخل المسجد. فكانت زي ما قلت حضرتك عينيهم على بعض الاماكن، عينيهم على كرداسه، عينيهم على بعض الاماكن، حتى في قلب الصعيد في منطقة العدوة، في بعض الأماكن هناك في الصعيد، في الشمال، في سيناء، في قلب المنطقة المركزية، حادث مسجد الروضة، حادث مسجد الروضة. فإذا هناك كان مخطط كبير، هذه الجماعة لم تكن يعني تسير عشوائيا، ولكن كان هناك مخطط للسيطرة على بعض الأماكن، بعض الأماكن اللي فيها جماعات خاصة بهم، بعض الأماكن التي كانوا يستغلوها كانطلاق ليهم وكتصنيع لبعض المتفجرات بعد ذلك والأسلحة والخروج بعمليات إرهابية من هذه البؤر. لكن سرعان ما الدولة انتفضت وتصدت وأيقنت. كمان كان فيه هناك وعي، الوعي كان بدأ مبكرا من الشعب المصري صحيح. اللي وعى لهذا المخطط، وهي دي النقطة يا أستاذ محمود اللي كنت عايز أسأل حضرتك فيها. يعني هو الشعب المصري ووعي الشعب المصري هو الورقة الرابحة، الشعب المصري هو من قال القول الفصل حقيقة في هذه الثورة. عايز أعرف حضرتك لأي مدى كان الشعب المصري بمختلف طبقاته وخلفياته السياسية والاجتماعية كان مدرك لهذا الوضع، وفي نفس الوقت هل كانت الجماعة الإرهابية يعني غير مدركة لهذا الوضع أو على ما كانت تعول أصلا؟ زي ما قلت حضرتك يمكن الجماعة الإرهابية كانت تتلاعب بعقول الناس، وخاصة البسطاء من أهلينا في القرى والأرياف، كانت تركن إلى الدين والعقيدة وما إلى ذلك، ودايما الناس البسيطه بيدخلوا لهم من مدخل الدين. لكن صحيح. عايز اقول لحضرتك يمكن الشعب المصري كان عنده وعي كبير جدا، وعي قدر يقف قدام الجماعه الارهابيه، مش مؤسسات الدوله بس ولكن الشعب المصري اللي تكاتف مع الاجهزه الامنيه وتكاتف وانطلق في 30 يونيو. كان هناك وعي كبير، هذا الوعي هو الذي صنع ثوره 30 يونيو، هذا الوعي الذي تصدى لجماعه الاخوان، هذا الوعي الذي لم يلين امام الكلام المعسول من قبل القيادات الاخوانيه وبعض الجماعات الاخوانيه. كمان كان للدور الاعلام، الاعلام كان ليه دور كبير جدا في 30 يونيو، هو دور تنويري، دور اللي كان بيكشف حقائق جماعه الاخوان ومخططات جماعه الاخوان، الاعلام اللي وصل للقرى والنجوع ووصل لكل شبر من ارض مصر، فخلق حاله من الوعي، والمصريين كان لديهم الاستعداد الداخلي لهذا الامر. ومن ثم فشلت جميع محاولات الاخوان ولم تمر الا سنه واحده، وشفنا المشهد العظيم صحيح. زي النهارده في 30 يونيو هي ثوره شعبيه، جموع الشعب المصري بيخرج يعني يطيح بجماعه الاخوان الارهابيه. صحيح. ويمكن زي ما حضرتك ذكرت يا استاذ محمود، فكره ان الاعلام هنا كان بيتبنى سياسه المكاشفه، سياسه المصارحه، اذا استمر الوضع بهذا الشكل كيف سنصبح في المستقبل؟ ويمكن هو ده الرساله اللي بيقدمها دايما الاعلام للشعب المصري. لكن عاوز اعرف من حضرتك الوقت اللي تم او اللي استغرق
في تحقيق الأمن والاستقرار بجمهورية مصر العربية ووحدة شعبها وتماسك جميع محافظاتها، لأن كلنا فاكرين أيضا أحداث بورسعيد، يعني نتذكر جيدا ما حدث في هذه المدينة الباسلة يعني. لكن عاوز أعرف من حضرتك، هل معدل تحقيق الأمن والاستقرار في هذه السنوات القليلة هو معدل طبيعي؟ وإيه كان الهدف الرئيسي أو السبب الرئيسي لسرعة إنجاز هذا الأمر تحديدا؟ هل العمليات العسكرية التي قامت بها سواء كانت الشرطة المدنية أو القوات المسلحة، بنتكلم عن حق الشهيد 1، حق الشهيد 2، العملية الشاملة سيناء 2018، يعني عاوزين نتكلم على معدل الوقت تحديدا. خلينا نتفق في البداية أن سلعة الأمن هي السلعة الأهم، لأن بدون أمن مفيش إنجازات، مفيش مشروعات، مفيش عجلة التنمية مش هتدور. والدولة أيقنت ده مبكرا منذ الإطاحة بجماعة الإخوان. طبعا كانت الدولة عبارة بعض الأماكن عن أطلال جراء عمليات التخريب وجراء عمليات التشويه التي تعرضت لها البلاد خلال 12 شهر من عمليات التشويه، وما أعقب ثورة 30 يونيو من خلال تفجيرات وعمليات إرهابية كانت تتكرر. لكن سرعان ما نهض الأمن وسرعان ما الأمن استعاد عافيته، بدأت ببعض العمليات القوية زي العمليات الشاملة، زي العمليات التي تمت في سيناء على مدار سنوات طويلة من منذ ثورة 30 يونيو. بدأ الأمن يستعيد عافيته، بدأ يركز على العمليات الإرهابية، قدر في غضون يعني في غضون حوالي 3 سنين بعد الإطاحة بجماعة الإخوان أن يصفي أو أن يطهر 992 بؤرة إجرامية إرهابية، وهذا رقم ضخم. لما يقضي على حوالي 1000 بؤرة إرهابية هو رقم ضخم. ثم بعد ذلك بدأ إلى الأماكن زي ما قلت حضرتك، البؤر التي تكونت، البؤر الإرهابية مثل منطقة كرداسة، على مدار شهر كاملا يتم اقتحام هذه المنطقة وضبط العناصر الإرهابية. كمان هذه العمليات امتدت للصعيد في محافظة المنيا وبعض الأماكن التي كانت تتركز فيها جماعة الإخوان. الأمن لم يغفل الأمن الجنائي، شفنا عمليات أمنية على بعض خارجين عن القانون اللي استغلوا طبعا بدورهم الأحداث اللي كانت بتمر بها البلد وحاولوا يكونوا بؤر إجرامية، فكانت الأجهزة الأمنية بتشن حملات على التوازي سواء حملات سياسية أو حملات جنائية. كل ده بدأ يمهد لعودة الأمن، وسرعان ما عاد الأمن حتى أصبحنا نرى المشهد الذي نحن عليه الآن. صحيح. تسير خلال 24 ساعة وأنت آمن، معدل الجريمة يتراجع بهذه الصورة الكبيرة، أصبحنا يعني معدل الجريمة الجنائية يتراجع، الجريمة الإرهابية تختفي تماما. أنا كصحفي حوادث مش متذكر آخر حادثة إرهابية كتبتها إمتى بفضل الله. الحمد لله. فبدأت العملية، بدأ الأمن يستعيد مكانته تاني، بدأ نشوف عجلة الإنتاج تدور، بدأ تظهر الإنجازات والمشروعات، بدأ الأمن يعني بدأ الأمن يحرص هذه المشروعات ويحرص هذه الإنجازات، وتحول من رد فعل هو بيجابه هذه العمليات الإرهابية إلى الأمن بشكله الطبيعي اللي هو يعني يمهد الطرق ويتواجد على الطرق وإنه يحرص المواطنين ويخلق حالة من الأمن والأمان للمواطنين في محافظات مصر مختلفة. أستاذ محمود، الجماعة الإرهابية حكمت حوالي سنة والشعب المصري لم يستسغ هذا الفكر ولا هذه الأيديولوجية، وسرعان ما لفظ هذه الجماعة. سؤال حضرتك، هل كان متوقع أن الشعب المصري يتحرك بهذه السرعة؟ يعني سنة في عمر الأوطان يعتبر لا شيء. وفي نفس الوقت عايز أعرف من حضرتك السيناريوهات اللي كانت متوقعة لينا في الفترة دي. يعني محدش كان يعني أقصى المتفائلين ما كانش يتوقع أن احنا خلال فعلا هذه الفترة الوجيزة جدا يتم إطاحة بجماعة كانت يعني تصرح في العلن أنها ستحكم مصر 500 سنة، وكانت تأخذ خطوات تقول أنها ستحكم مصر مئات السنين وسيأتي أحفادنا بعد ذلك، وهذه الجماعة موجودة على سدة الحكم. هم احتفالهم بحكم مصر كان احتفالهم بتمكينهم من أي مكان تاني. بالفعل يا فندم، بالفعل. فكان هناك طبعا اتجاه ان هذه الجماعه تستمر، لكن زي ما قلت لحضرتك ان هذه الجماعه بدات نواياها الخبيثه من خلال بعض الاعمال ومن خلال بعض الاتجاهات ومن خلال التخريب في مؤسسات الدوله واختراق مؤسسات الدوله، هو ما بكر وعجل بالإطاحة بهذه الجماعة. بالإضافة زي ما قلنا في بداية حلقتنا لوعي المصريين، حالة الوعي التي ظهرت مبكرا، إن المصريين ما استزغوش فكرة التلاعب على وتر الدين واللعب على وتر الدين، وان الناس دول هم اشخاص جاءوا
من اجل مصالحهم الشخصيه، ودايما كانوا يتاجروا بهذا الامر. صح. دايما كانوا هؤلاء الاشخاص لا يعترفون بفكره الاوطان. منهم من قال احد قيادتهم سابقا قال لك يعني تزف مصر يعني، ومنهم من قال الاوطان ما هي الا حفنه تراب. فاذا هؤلاء الاشخاص لا يعترفون بالاوطان، هؤلاء الاشخاص لا يعترفون الا بمصالحهم الشخصيه. زي ما قلت حضرتك كانت في مخططات، كانت في مخططات لابعد الحدود، مخططات على القضاء على الجهاز الامني، مخططات على فصل بعض الاماكن زي سيناء، مخططات ضخمه. احنا كنا هندخل في نفق مظلم، كانت هذه البلد لن تقوم لها قومه مره اخرى ما لم يتحرك المصريين بهذه الصوره المتحضره وهذا المشهد المتحضر الذي ابهر العالم في 30 يونيو ويحرسها قواتنا المسلحه. هذا المشهد لو تاخر بعض الوقت كنا احنا في مشهد صعب، كانت العوده بعد يعني كانت الفاتوره تبقى اصعب، كل ما الوقت كان يمر اكبر هذه لو مر بدل السنه سنتين كانت الفاتوره هتبقى اكبر. احنا قعدنا فتره كبيره نبني اللي خربته جامعه الاخوان، نبني اقسام الشرطه اللي حرقوها، مؤسسات الدوله اللي بوظوها، الميادين اللي دمروها اللي اخونوها، مؤسسات الدوله اللي اخونوها بالفعل، مؤسسات الدوله اللي اخونوها. وقعدنا فتره كبيره نحارب الاخوان في مؤسسات الدوله، والدوله عانت طويلا، عانت من دخول جامعه الاخوان داخل مفاصل الدوله. هم كانوا حريصين ان هم يخترقوا مؤسسات الدوله، خاصه بعض الوزارات الخدميه والوزارات اللي بتحتك مع المواطنين. وشفنا يمكن بعد اطاحه بجامعه الاخوان الناس ازاي بيتم تعطيل مصالحها في بعض المؤسسات الحكوميه من قبل الموظفين الموجودين داخل هذه المؤسسات اللي حاولوا يشوهوا منظر البلد. لكن الحمد لله الدوله بدات تتحرك سريعا وبدات تطهر مؤسسات الدوله حتى عادت مصر للمصريين. صحيح استاذ محمود، يعني حضرتك قلت حاجه مهمه جدا، فكره اللي هم لعبوا على فكره الله وطن، لعبوا على وتر الدين تحديدا، كونوا وتر حساس بيتلاعب بيه يعني كل من اراد ان يتربص بامن واستقرار مصر تحديدا. لكن الشعب المصري نشا وتربى على مبدا واحد فقط وهو الدين لله والوطن للجميع. الاستاذ محمود عبد الراضي رئيس قسم الحوادث باليوم سبق، بنشكر حضرتك على وجودك معنا في صباح الخير يا مصر. وفي الحقيقه مشاهدينا يمكن تبقى هناك حقيقه واحده لا تتجزا ولا مجال فيها للتجزئه، بان ما نحن فيه الان من امن من استقرار ما كان ليتحقق لولا تضحية رجال القوات المسلحة البواسل ورجال الشرطة المدنية. كل الشكر وكل العرفان والتقدير لشهداء الوطن، كل الشكر والتقدير والعرفان أيضا لكل أم وأب، لكل أم شهيد. شكرا لكم على ما قدمتموه من أجل أن ننعم بالأمن والاستقرار.